السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما مبرورا موفقا مسددا، وأن يرفعنا وأن يعلنا بالإيمان والقرآن، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يبلغنا آخر هذا الشهر كما بلغنا أوله، وأن يبلغنا مواسم الخير على خير ونصر وعز للإسلام والمسلمين، بنه وكرمه، آمين. سبق في الدرس الذي مضى إشارة إلى بعض معاني سورة الفاتحة، وهذه السورة هي أم القرآن وأم الكتاب، والعلماء لا يشبعون من استنباط الفوائد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هذه السورة. وفي هذا اليوم نشرع في سورة البقرة. وكما تقدم أن السور تفتتح بالبسملة، وأن البسملة ليست آية من السورة، لا من الفاتحة ولا من غيرها. الفاتحة سبق ذكر الخلاف فيها، وأن جماهير العلماء لا يرون أن البسملة آية منها، وكذلك أيضا سائر السور، إنما هي تكون لابتداء السورة ولافتتاحها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ومرة كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فتلا البسملة مفتتحا بها سورة الكوثر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الأربعة عن أبي هريرة بإسناد جيد، أنه عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. وهي 30 آية بالإجماع بدون البسملة، فدل على أن البسملة كما تقدم إنما هي آية للاستفتاح والابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الإشارة إلى أن قوله بسم الله أن هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، هل هو فعل أو اسم، وهل هذا الفعل خاص أو عام، وأن نحاة البصرة جعلوه اسما، قدروه ابتدائي، فجعلوها جملة اسمية، والخبر المتعلق متعلق الجار والمجرور محذوف، أي كائن ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وقدره الكوفيون فعلا خاصا متأخرا، بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، وأن هذا هو المناسب في التقدير في كل عمل يبدأ بالبسملة. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله أقرأ، فيكون الجار والمجرور على هذا في موضع نصب، موضع نصب في بقوله أقرأ. والرحمن الرحيم قيل بدل من لفظ الجلالة، وقيل صفتان، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه الحروف المبتدأ بها في كثير من السور اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا،
ومنهم من طول في ذكر الخلاف، ومنهم من اختصر، ومنهم من اختار قولا من الأقوال. فقيل إنها أسماء السور، إنها اسم للسورة، وقيل إنها من أسماء الله، وقيل إنها تنبيه للكفار حين نزول القرآن لأجل أن ينتبهوا فيستمعون لما بعد هذه الحروف. لكن هذه الأقوال فيها نظر، وبعضها ضعفه ظاهر، وأقربها قولان. القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده منها، هي لها معنى لكن الله أعلم بمراده منها، وعلى هذا لا يكون لها إعراب. إذا كانت لا يعلم تفسيرها فلا يكون لها إعراب، لأن من قواعد النحو أن الإعراب تحت المعنى، ولهذا إذا لم يفهم المعنى ولم يتبين المعنى لا يظهر الإعراب. فإذا كان لم يظهر ولم يتبين معناها وأنه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، فعلى هذا لا يكون لها إعراب في الظاهر من جهة عدم العلم بالمراد منها. وقيل إن قولها ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد ونحو ذلك مما حاميم وجاء في هذه السور، أن هذا من باب التحدي لكفار قريش، وأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إن هذا القرآن لم يخرج عن الحروف التي تعرفونها 28، هذه حروف تعرفونها وتعلمونها، ولم يأتي القرآن ولم ينزل شيء زائد عن هذه الحروف، فالمعنى أنه من هذه الحروف، ففي تحدي لهم في أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، وفي البقرة بسورة من مثله، فضلا عن أن يأتوا بمثله فليأتوا بحديث مثله. فتحداهم الله سبحانه وتعالى بأن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو أن يأتوا بحديث مثله، وأن هذا القرآن من هذه الحروف التي تعرفونها. هذا القول ذكره ابن كثير رحمه الله عن شيخه أبي الحجاج المزي قال: وحكاه لي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكاه القرطبي عن قطرب أحد أئمة اللغة وعن غيره، وكذلك حكاه غيره عن أئمة آخرين، وبعضهم بالغ في نصر هذا القول واجتهد في تأييده، وأن القرآن لا يخرج عن هذه الحروف، فالله أعلم. لكن هذه أقوالهم في المسألة، وأقربها كما تقدم قولان: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، والإشارة إليه بهذه الصيغة مع وجود اللام إشارة لبعده وارتفاعه عن الريب والشكوك والتهمة، ولهذا قال ذلك الكتاب، ثم قال لا ريب فيه، قطعا أنه لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب أي القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى،
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني أنه لا ريب فيه في تنزيله من رب العالمين. ولهذا كان الصحيح أو الأظهر أن قوله لا ريب فيه الوقف على فيه أحسن للآية الأخرى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وبعضهم قال الوقوف على لا ريب ويبتدئ فيه هدى للمتقين، لكن القول الأول أظهر وهو الذي رجحه ابن كثير، وهو أظهر من جهة المعنى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب هو القرآن، والكتاب اختلف في إعرابه، قيل إنه خبر وقيل بدل، قيل بدل من ذا، والاسم بعد اسم الإشارة مختلف فيه أو له أحوال، لا يقال له أحوال، تارة يكون منكرا فإذا كان نكرة فهو خبر، وإذا كان معرفة أيضا غير محلا بألف فهو خبر، تقول هذا رجل، هذا مبتدأ ورجل خبر مثلا، وتقول هذا محمد، هذا زيد، هذا عمرو، هذا مبتدأ وما بعده خبر لأنه معرفة غير محلا بأل. فإن كان الذي بعد اسم الإشارة محلا بأل، فإن كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فهو بدل، تقول هذا القائم زيد فيكون نعتا، يعني تقول هذا القائم زيد، وإذا قلت هذا الرجل مجتهد فهو بدل، بدل من اسم الإشارة، بدل من اسم الإشارة، فيختلف بحسب حال الاسم الذي بعد اسم الإشارة، تارة يكون خبرا وتارة يكون بدلا وتارة يكون نعتا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نافية للجنس، ريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لا ريب فيه، فهذا نفي للريب عنه من جميع الوجوه. قيل لا ريب لا شك، ومن أهل العلم من يرى أن تفسير الريب بالشك من باب تفسير اللفظ بمرادفه، وبعضهم نازع في مثل هذا، لكن يقال إن الريب كما نبه عليه بعض العلم يكون مع تهمة، يكون مع قلق، يعني الريب حين تقول أنا أشك في هذا الشيء غير أنا مستريب فيه، إذا قلت هذا يريبني أو يريبني يعني يقع في قلبك ريب وقلق وربما يصحبه خوف، ويكون فيه شك من جهة أخرى، فهو جمع هذا وهذا فنفى جميع ما يكون تهمة أو شكا في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. هدى قيل إنها خبر ثاني وقيل إنها حال، فإما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة، إذا كانت حالا ويكون النصب والرفع مقدرا، وأصل وعلى ذلك هدى، هدى هذا التنوين تنوين إعراب، تنوين تمكن، فهو اسم معرب، اسم معرب،
أصل الهدى كما يقولون أصله هدي في حال الرفع، وفي حال الجر أو النصب يكون بالكسر وبكسر الياء أو فتحها. وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا في أصلها، فقيل هدان هدان، فالتقى ساكنان الألف ساكنة والتنوين، فعند ذلك حذفت الألف، حذفت الألف، فيكون تقدير الحركة على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، هدى للمتقين. القرآن هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهو فيه هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة، فهو هدى للناس، دلالة وإرشاد لجميع الناس. فالخير والفلاح والصلاح والتوفيق في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يكون فيه صلاح الناس، بل صلاح الناس في أمورهم كلها في هذا الكتاب. ولهذا كل ما كانوا متمسكين بهذا الكتاب كانوا على خير وصلاح وهدى وفلاح. هدى للناس بيان، لكنه هدى خصوص هداية التوفيق والإلهام لمن؟ للمتقين، هدى للمتقين. المتقون هم الذين فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، في هدى لهم في طريقهم في حياتهم. وأعظم هداية للمتقين في قوله سبحانه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هم على هدى ومع ذلك يقولون اهدنا الصراط المستقيم، هدى للمتقين. وكما يأتي أنهم على هدى فهم مهتدون، وهم على الهدى أي متمكنون من الهدى، ثابتون على الهدى، على الصراط المستقيم، هدى للمتقين. والمتقون يهدون بهداية الله إلى هداية الإرشاد، يبينون من تمام هداية المتقين أنهم يبينون هذا الكتاب، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهم يدعون إلى كتاب الله ويهدون من ضل من الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى الصراط المستقيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم قال هدى أطلق هذه الهداية، هداية عظيمة، هداية إلى كل خير في صلاح دينهم ودنياهم. ولهذا لا تطيب حياة الناس في أمورهم كلها إلا بالدين، حتى في مطعمك وفي مشربك وفي ملبسك وفي ذهابك ومجيئك، إذا كان الإنسان على هدى من شرع الله ومن دين الله كان على خير وصلاح في أموره الدنيوية، في معاشه، في ذهابه، في مجيئه، يخرج بسم الله ويدخل بسم الله، يجتهد في الإصلاح بين عباد الله، فهو خير أينما حل وأينما نزل. هذا من تمام هداية الله لعباده المتقين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يطيب حاله، يطيب لباسه،
ومطعمه ومشربه وزياراته ومؤانساته تطيب بدين الله، يأنس ويسعد بدين الله سبحانه وتعالى حتى وهو يتمتع بالمباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. وهذه الهداية تمتد إلى يوم القيامة، ففي يوم القيامة بهذا الهدى يهتدي إلى داره في الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في الجنة أهدى بداره منه بداره في الدنيا، يعني حين يدخل الجنة يقصد إلى داره ومنازله وما أعده الله له وما أكرمه في الجنة، ولا يحتاج أن يسأل أين داري، من يعرف داري؟ لا، إكرام من الله سبحانه وتعالى، أهدى بداره منه في الحياة الدنيا، في داره التي يتردد عليها السنوات الطويلة صباحا ومساء. هذا من تمام هداية الله لأهل الإيمان والتقوى، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. من هم هؤلاء؟ فصل سبحانه وتعالى صفاتهم وذكر شيئا مما تحلوا به من الصفات العظيمة. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة عظيمة لأهل التقوى، حين ذكر أن أعظم صفة لهم وهي صفة التقوى. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب اختلف العلماء فيه، لكن عباراتهم متحدة في المعنى وإن اختلفت في اللفظ. منهم من يقول مثل إيمان باليوم الآخر، إيمان بالجنة والنار، الإيمان بما يعني أوعد الله ووعد سبحانه وتعالى. والأظهر والله أعلم أن الإيمان بكل ما غاب عنهم. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وبالكتب التي أنزلها، وباليوم الآخر. ولهذا سيأتي النص على اليوم الآخر، باليوم الآخر. يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من المغيبات، ومما يأتي مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. كل ما غاب عنهم مما أخبر الله به سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. الذين يؤمنون بالغيب، ومن الغيب أيضا أنهم يسلمون في كل ما لم تدركه عقولهم. وأعظم ما يؤمنون به أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، أن له الأسماء والصفات العلى سبحانه وتعالى، فيؤمنون بها، أن له أسماء حقيقة وصفات حقيقة بجميع أنواعها، صفات ذاتية وصفات فعلية له سبحانه وتعالى. يؤمنون بكل ما جاء من رحمته وعلمه وحلمه ونزوله واستوائه وغضبه سبحانه وتعالى وضحكه إلى غير ذلك مما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم كما قال سبحانه يؤمنون بالغيب، يؤمنون بهذه الصفات حقيقة، لكن حين يسأل الواحد منهم كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يضحك، يقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، مش بعد، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. تؤمن بأنه استوى حقيقة سبحانه وتعالى، وأنه ينزل كل ليلة نزولا حقيقيا سبحانه وتعالى، تؤمن بذلك أن نزوله نزول حقيقي سبحانه وتعالى، لكن كيف ينزل؟
لا تعلم ذلك، إنما نؤمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا سبحانه وتعالى. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر. تؤمن بذلك كله حقيقة به سبح بصفات بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا من تمام الإيمان. وتعرض عن الطرق الملتفة والطرق المنحرفة التي كلها ضلال وحقيقتها تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا باب فصله العلماء وبينوه في كتبهم، والأدلة فيه واضحة، ونصوص الكتاب والسنة فيه قطعية. لكن المقصود هو الإشارة إلى قوله سبحانه يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان بالغيب، وهو اعتقاد هذا الشيء والإيمان به، يدعوهم إلى العمل، يدعوهم إلى الحضور في عباداتهم. ولهذا قال ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، يبادرون إلى إقامتها. ما قال يؤدون الزكاة ولا قال يصلون، بل قال يقيمون. إقامة الشيء هو استقامته، ومنه في اللغة قام السوق. ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة هو أداؤها بشروطها وأركانها وهيئاتها، هذا هو حقيقتها. إذا قام العبد فإن الله بينه سبحانه وتعالى وبين القبلة، من كان يستحضر ذلك علم كيف يقيم الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى من يكون يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ويقيمون الصلاة، هو يقوم بجسده، فله قيامان، قيام حسي وقيام معنوي. قيام حسي بقيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله بينه وبين القبلة وهو في العلو سبحانه وتعالى. ويقوم قياما معنويا، يقوم بقلبه، فقلبه قائم بهذه الصلاة، وبدنه قائم، وجوارحه مقبلة على صلاته. فهو قيام بالبدن كله، وقيام بالجوارح بإخباتها وخشوعها وخضوعها، وأعظم ذلك قيامه بقلبه، أن يقوم قلب أن يقوم قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا القلب هو ملك الجوارح، إذا قام تبعته الجوارح وصارت معه أينما وجه، يخشع بدنه وتخشع جوارحه. وللسلف قصص عظيمة في حضورهم في الصلاة، حتى إن أحدهم لا يكاد يحس بمن حوله إذا حضر إلى الصلاة. وإما يذكر في تراجم بعض السلف أنهم كانوا يصلون وسقط جانب من المسجد في ركن من أركانه، ففزع الناس، وهذا الرجل من السلف رضي الله عليهم لم يشعر بشيء من ذلك حتى سلم من الصلاة فرأى الغبرة من أثر سقوط هذا الجدار، فسأل ما الأمر، ما الشأن، لا يدري ماذا حصل رحمه الله. فأخبر أن جدار المسجد سقط، لم يستحضر ولم يحضر، لم يعني يستحضر شيئا من ذلك، بل حضوره في شيء آخر، وهو حضوره بقلبه. ولهذا للصلاة حضوران، حضور إليها وحضور فيها. أعظم الحضور هو الحضور فيها، قد تكون حاضرا إليها، قد تكون موجودا في المسجد،
أو موجود بين يدي الجماعة وتقام الصلاة، لكن القلب في وادي والصلاة في وادي. لا يدرك منها إلا شيئين: تكبيرة الإحرام والتسليم، وما بينهما لا يعقلهما. هو كبر، ثم بعدما كبر شرع في الهواجيس والوساوس ها هنا وها هنا حتى سلم من الصلاة، فيعقل هذا وهذا. هذه مصيبة، لكن العبد يجاهد، والشيطان يحرص على أن يغوي العبد، ويأتي كما في الحديث الصحيح فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى ينصرف لا يدري كم صلى. يذكر عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، صحابي جليل وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، يعني الزبير العوام، كان رضي الله عنه إذا صلى لا يحس بشيء حوله. وكان الحجاج قد نصب المنجنيق إلى الكعبة، وكان عبد الله بن الزبير يصلي، وكانت سهام الحجاج تدخل إلى الحرم، وكانت تمر بين يديه لا يشعر بها رضي الله عنه في حضور صادق. ويذكر عن البخاري رحمه الله في ترجمته أنه كان في الرباط رضي الله عنه، كان في الرباط، في رباط الجهاد رضي الله عنه، وكان يصنف كتابه الصحيح رحمه الله، وكان معه تلميذ له أو كاتبه، نسيته، لعله أنا عهدي بالقصة بعيد ابن حاشد أو كذا، أحد تلاميذه، وكان في العلية معه، في العلية يعني في مكان عال، وكان يعني يساعده في مسألة في كتبه رحمه الله. المقصود أن البخاري قام يصلي وهو في الرباط، فيقول وراقه: فلسعه الزنبور 17 لسعة، 17 لسعة، فلم ينصرف من صلاته ولا يكاد يحس بها حتى انصرف من صلاته. معلوم لسع الزنبور شديد رحمه الله. والشيء بالشيء يذكر أنه هو رحمه الله صعد إلى وراقه في ليلة من الليالي في هذه العلية، وكان بين يديه الكتب، الكتب فيها الآثار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن الصحابة، فقال له: هنيئا لك، يقوله البخاري له، أهل اللهو في لهوهم، وأنت بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، يعني كأنهم معك، تحدثهم ويحدثونك، تؤانسهم ويؤانسونك. هذا واقع في من يكون طلب العلم ديدنه في مراجعة الأخبار والآثار. فرحمة الله عليه. فالشأن كما تقدم في إقامة الصلاة، ويقيمون الصلاة، مدحهم سبحانه وتعالى لما ذكر أمرا غيبيا من أعظم الأمور التي يؤمنون بها وأطلقه، فقال يؤمنون بالغيب، ذكر عملا هو أعظم أعمال الجوارح وهو الصلاة. الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وأن تاركها عند جمع من أهل العلم كافر حتى ولو كان تركه إياها تكاسلا. ويقيمون الصلاة، إقامتها لها حدان: إقامة واجبة وإقامة مستحبة. فالإقامة الواجبة أن تأتي بما أوجب الله عليك فيها،
وهذا يكون على الخلاف بين العلماء فيما يجب، لكن مما صح في الأدلة هو وجوب الفاتحة ووجوب تسبيحة واحدة في الركوع والسجود وسائر الأركان والواجبات، لكن لا يكاد يتم للعبد إقامة للصلاة حين يقتصر على مثل هذه الواجبات، فلا بد أن يحوط هذا الواجب بسياج حتى لا ينتهك فيكون مبخوس الحظ من صلاته، فيجتهد في إقامتها بالعناية بها، وهذا يختلف بحسب الصلاة النافلة والصلاة المستحبة. ومما رزقناهم ينفقون، ومما ذكر أمرا يتعلق بصلة العبد بربه وحقا واجبا على العبد لربه سبحانه وتعالى، ثم ذكر حقا هو واجب على العبد وهو واجب حقوق الله سبحانه وتعالى من جهة أن الله أوجبها، لكنها إحسان إلى عباد الله. فلما ذكر الإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى بالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة، وأعلى المقامات هو مقام الإحسان، ذكر مقاما آخر بعبادة الله سبحانه وتعالى في الإحسان إلى الخلق، ولهذا قال ومما رزقناهم ينفقون، من هنا للتبعير، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون، من الذي مما رزق من الذي رزقناهم، أي من الذي رزقناهم ينفقون، ولهذا قال ينفقون. هذه الكلمة العظيمة في الإنفاق من نفق الشيء، وهو يدل على نفاذ الشيء وذهاب الشيء، نفقت السوق تحركت ونفق المبيع درج وذهب، فنفاق الشيء هو ذهابه، ومنه النافقة وهو جحر اليربوع لها نافقة وقاصعة، يعني أنها تدخل من جحر مفتوح ولها جحر ولها باب رقيق تضربه برأسها إذا خشيت من يصيدها فتخرج منه فيكون مخرجا لها. وأصل مادة نفقة في العربية أنه كل كلمة فيها نون، يعني فاؤها نون وعينها فاء وعينها فاء تدل على الذهاب، نفق شيء ذهب، نفر هرب، أيضا تذكرون شيء ها؟ نفث 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 صح، تقول نفث أخرج من ريقه، كل كلمة يكون في نونها نفق على وزن ماذا؟ فعل. فإذا كانت الكلمة فاؤها نون وعينها فاء تدل على الذهب، وهذا من أسرار لغة العرب، يعني تتفق في أصل المعنى لكن تتفاضل بحسب الحرف الثالث، نفق غير نفر وغير نفر، نفق ونفر ونفث تتفق في ماذا؟ في أصل المعنى. تقول ينفث، حين ينفث الإنسان عن نفسه يخرج ماذا؟ الريق مع الهواء، فيه إخراج ولا لا؟ تذكرون الكلمات أيضا نفي صح، نفى الإخراج صح، نفى صحيح، نفاه أخرجه، نفع أخرج نفع غيره، أخرج من ماله شيء ينفع غيره، وممكن كلمات أخرى أيضا.
ولهذا يقال نفق الحيوان أي هلك، ذهب هلك خلاص. نعم، وهكذا. فهذه من أسرار لغة العرب، ولهذا قال ومما رزقناهم ينفقون. قال العلماء يعني أن الله سبحانه وتعالى قال رزقناهم، الرزق ممن؟ الله الذي رزقك فهو الذي أعطاك، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فهو سبحانه وتعالى رزقك وأعطاك وسع عليك وأعطاك، ومع ذلك يطلب منك القليل سبحانه وتعالى. وإما رزقناهم ينفقون، وهذا يختلف حتى، وهذا أقول لا يختلف سواء كان ماله كثيرا أو قليلا، العبرة بما يقوم في القلب. إذا قام في القلب القناعة فالمال كثير ولو كان في صورته يسير، فقد ينفق من هذا المال القليل فيطرح الله ويجعل سبحانه وتعالى فيه البركات العظيمة، ينزل فيه البركات ولو كان قليلا فينفق من هذا المال. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، النفقة هنا لم يذكر سبحانه وتعالى نفقة خاصة بل قال ينفقون. ومن دلالات العموم هو حذف المتعلق، حذف المتعلق، معنى ما قال ينفقون مثلا على أهليهم، ينفقون على قراباتهم، ينفقون على المساكين، ينفقون مثلا في الجهاد في سبيل الله، ينفقون في أبواب الخير إلى غير ذلك من أبواب البر والصلة، بل قال ماذا ينفقون، حذف ماذا متعلق النفقة. فدل هذا الإطلاق على أنهم ينفقون في كل شيء، لا يحقر شيئا من أبواب الخير، لا يحقر شيئا من أبواب الخير ولو كان شيئا يسيرا. وكلنا يعرف الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبق درهم ماذا 100,000 درهم، درهم واحد سبق ماذا 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده مال عظيم، مال عظيم، فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق به، صدقة لله ليست رياء خالصة، لكن 100,000 هذه لا تؤثر على مال لأن ماله عظيم، فكأنه لم يأخذ شيئا يعني بالنظر إلى كثرة ماله. وآخر عنده درهمان، ليس المراد خصوص درهمين لكن أراد أن ماله قليل، أراد هذا أسلوب العربي يعني أن ماله ماذا قليل، عنده درهمان فتصدق بأحدهما. هذا الدرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدرهم سبق 100,000 درهم، يعني أجره عند الله أعظم من أجر 100,000 درهم، مع أن صاحب 100,000 أنفقه لله وأخرجه لله، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ايش يظهر لكم؟ نعم؟ طيب، ما الذي دعاه إلى النفقة صاحب الدرهم؟ ها؟ الثقة ما عند الله، وحب ماذا؟ شدة محبته للصدقة وتعلقه بالصدقة، قلبه معلق بالصدقة، شديد التعلق بالصدقة، حتى كانت الصدقة أحب إليه من ماله ولو كان ماله قليل. هو في الحقيقة قد يكون مضطر إلى هذا المال أليس كذلك؟
قد يكون مضطر إلى هذا المال وحاجة الشديدة، لكن مع شدة محبته للصدقة أنفق. وأفضل الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جهد المقل. هذا يفسره الحديث الآخر، أفضل الصدقة جهد من مقل، أو جهد المقل، جهد من مقل، المقل الذي ماله قليل وهذا المال يجهده، لكن لشدة محبته للصدقة أخرج هذا المال. والعبرة بما يقوم في القلب، ليس العبرة بظاهر العمل، لا، قد يقف الرجلان أو المرأتان أو العاملان المتصدقان المصليان في أي عمل من أعمال الخير، يكونان قد عمل هذا العمل، كل عمل هذا العمل، لكن قام بقلب أحدهم ما لم يقم بقلب الآخر، ما لم يقم بقلب الآخر. لكن مع ذلك جاء في أحاديث أخرى تبين أن صاحب المال الكثير حين ينفق عن محبة وصدق ورغبة في النفقة واجتهاد فيه، فإن الله يبلغه مراتب عظيمة، بل بمجرد النية، بمجرد محبة الصدقة تبلغ درجة المتصدقين بالأموال، والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال: ومما رزقناهم ينفقون في سبل الخير. والنفقة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، والإنفاق النفقة قد تكون على القرابات، وإخراج المال قد يكون لغير القرابات، وهذا يكون واجبا ويكون مستحبا. النفقة الواجبة نفقة الرجل على أهله بقدر جهده واستطاعته، ينفق ذو سعة من سعته، فالنفقة واجبة عليه ما دام قادرا، ما زاد على ذلك نفقة مستحبة. الصدقة في صدقة واجبة، وهي ماذا؟ زكاة المال، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، ما زاد على ذلك صدقة مستحبة. هذه الآية جمعت جميع هذه الأنواع، ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق والإخراج. بعض أهل العلم قال تفسيرا الله أعلم به، لكن بعض أهل العلم سلم به وقال يدخل في النفقة في يعني في خصوص هذه الآية، وإلا نفس هذا المعنى دلت عليها أدلة كثيرة وأجمع العلماء عليه، لكن القصد من خصوص هذه الآية هل تدل على هذا المعنى أو لا تدل؟ بعض أهل العلم قال إنها تدل على النفقة من العلم، قالوا من النفقة نفقة العلم، هذا يروى عن بعض السلف، لعله عن سفيان بن عيينة أو عن معمر، يروى شيء من ذلك عن بعض السلف أنه قال هذا القول، قال هذا القول أن النفقة تدخل في هذا. هي من جهة من نظر إلى قياس الأولى مثلا، وهي النفع، حين يكون النفع بالمال الذي فيه الإحسان إلى غيره بصلاح حاله في أمر دنياه، لا شك أن هذا نفع عظيم، أعظم منه نفعه بما فيه صلاح حاله في أمور دينه، وهو تعليم العلم، فهو من هذه الجهة يدخل. لكن في خصوص هذه الآية ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. ثم ذكر قبل ذلك الذين يؤمنون بالغيب كما تقدم، ثم عطف بعد ذلك بالإشارة إلى ما تقدم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك
ذكر الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر والذين يؤمنون ما أنزل إليك. اختلف العلماء في هاتين الآيتين، هل هما لصنف واحد أو لصنفين؟ لصنفين. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله الذين يؤمنون بالغيب من آمن من كفار قريش، والآية التي بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك في أهل الكتاب، في أهل الكتاب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في صنف واحد، في صنف واحد، وأنه في كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن مشركي العرب، وأن هذه الأوصاف وصف للجميع، وهذا أظهر، وهذا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. ورجح ابن جرير القول الأول، أن الذين أم الغيب هم من آمن من أهل الكتاب من مشركي العرب، والذي أؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والأظهر والله أعلم مثل ما تقدم ما ذكره ابن كثير رحمه الله، لأن هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. يعني قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين عطف على هؤلاء، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهم جمعوا هذه الصفات كلها، فيؤمنون بالغيب إيمانا عاما، ثم يؤمنون إيمانا مفصلا بما نزل وجاء تفصيلا. وليقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو هذا القرآن، وما أنزل من قبلك من الكتب التي نزلت على الأنبياء قبلك، التوراة والإنجيل والزبور، ويؤمنون بكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. نص سبحانه وتعالى ذكر الآخرة، قال وبالآخرة هم يوقنون، مع أن داخل في قوله الذين يؤمنون بالغيب، داخل في الذين يؤمنون بالغيب، ولهذا نص عليها سبحانه وتعالى، لأن المآل والمعاد إلى يوم القيامة، ولهذا قال وبالآخرة هم يوقنون. قوله وبالآخرة هم يوقنون هنا جاء بالضمير هم، وهذا اختلف فيه هل هو ضمير فصل كما يقول البصريون أو عماد كما يقول الكوفيون للتأكيد، ويكون جملة يوقنون هو الخبر، أو أن هم يوقنون يعني مبتدأ وخبر، وهي خبر لمبتدأ. وبالجملة أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفات هؤلاء في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، على عكس ما فعله كثير من أهل الكتاب ممن يعلمون بما في كتبهم من الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جحدوا وتكبروا وأنكروا. ثم ختم هذه الصفات سبحانه وتعالى بيان أنهم هم أهل الفلاح وأهل الظفر وأهل الفوز، وليقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك، هؤلاء الموصوفون
بهذه الصفات العظيمة وأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمنون بما أنزل عليك يا محمد وما أنزل من قبلك، يخبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء أولئك جاء بالضمير على إشارة للبعيد، إشارة إلى أنهم علوا وارتفعوا بإيمانهم أولئك. فهذه الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، أولئك على هدى من ربهم، ولهذا هم يوم القيامة تكون منازلهم عالية لأنهم علوا بإيمانهم. بحسب علو العبد بإيمانه في الدنيا يكون علو منزلته في الجنة يوم القيامة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين حديث سعيد الخدري: إن أهل الجنة، أهل الجنة يعني في الجنة، ليرون أهل الغرف، الغرف العالية في الجنة، كما ترون الكوكب الدري الغابرة، في لفظ الغابرة أو الغاربة في لفظ آخر، الغابرة في المشرق أو المغرب، كوكب يعني يراه للدنيا، يرون الكوكب الذي في المشرق ليس فوق رأسه، لا في المشرق أو المغرب، يكون بعيدا عنه. أهل الجنة في الجنة يرون أناسا في الجنة، لكن أين منازلهم؟ الغرف العالية. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منازل الأنبياء. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هؤلاء الذين هذه صفاتهم، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن تصديق المرسلين تصديق الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بما بشروا به من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن آمن وصدق بما بشر به الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كان بهذه المنزلة، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولهذا قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، لعلنا نقف على هذا، نسأله سبحانه وتعالى أن ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.